الجزائر كعادتها ولحماية سكانها تمت أيضا التكفل بكل الحالات التي جاءت وافدة بما فيها المسائل المتعلقة بالتلقيح بالنسبة للدفتيريا أو الاستشفاء أو الأدوية، وبالنسبة للمراريا أيضا تم اعتماد بروتوكول صحي للجميع بما فيهم الأنجاني. الحالة الآن مستقرة ولا تستدعي القلق، ولكن تبقى دائما نبقى في تأهب. لماذا؟ لأن هذا المرض وافد، وبما أن هناك حركية متعلقة بالتجارة وبتنقل الأشخاص ممكن أن في أي حالة أو في أي وقت نسجل حالات أخرى وافدة من الخارج. لكن في نفس الوقت النظام الصحي له من الإمكانيات لمواجهة كل الحالات الوافدة من الخارج. المهم الحالة تم السيطرة عليها تماما، والمنحنى وصل إلى صفر.